معانا كابتن حمد ابراهيم مدرب نادي المصري. اهلا بيك كابتن حمد، ومبروك الفوز، مبروك الاداء، مبروك افريقيا، مبروك الهدوء اللي عاملينه في النادي المصري بصفقات قليله، مبروك الاستقرار. بتلعبوا او بتدربوا نادي كبير وبتلعبوا امام جماهير كبيره جدا في بورسعيد. اهلا مهيب، تحياتي ليك، و يعني متشكرين على المقدمه الجميله ديت. يعني الحمد لله رب العالمين، توفيق ربنا في الاول وفي الاخر، انت بتحاول تعمل احسن حاجه عندك وبتبقى التوفيق ده بتاع ربنا، لكن اختياراتك انت وحساباتك وحسابات الشغل عندك هي دي اللي بتفرض عندنا الامور جوه الشغل. الحمد لله رب العالمين، يعني الهدوء من اول ما احنا ماسكين مع كابتن ايهاب هو ده السمه السيده جوه النادي المصري الحمد لله رب العالمين، مع ان انت معاك قاعده جماهيريه كبيره جدا بتبقى منتظره النتائج ومنتظره، انت عارف الجماهير المصري دايما متحمسه ما بتقبلش غير الفوز يا مهيب، فانت الحمد لله رب العالمين، توفيق ربنا ان الامور ماشيه والامور ماشيه مستقره الحمد لله رب العالمين. طيب كابتن حمد، هتقابلوا بيراميدز 3 مرات، منهم مرتين متتاليين في افريقيا ومره في الدوري، ويعني شايف بيراميدز ما شاء الله انت بتكسب 4 بيراميدز 6، يعني الماتشين هيبقوا ماتشين جامدين جدا. والله يعني ما هي القرعه الحمد لله ان احنا يعني جت متوازنه بالنسبه لنا احنا في بطوله المجموعات الحمد لله رب العالمين، والحمد لله ان البدايه الحمد لله المكسب 3 بونت دول يعني هيفرقوا معانا بشكل كبير جدا، يخلوك تشتغل وانت مرتاح ان شاء الله. الماتش يوم الاحد باذن الله، المباراه الثانيه مع بطل نيجيريا، وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا فيها ال3 بونت. بعد كده هنقابل بقى بيراميدز، هنقابلها في الدوري يوم 21، وهنقابلها في بطوله المجموعات يوم 29، وده يعني ده الحمد لله ان احنا يعني مش عايز اقول لك يا مهيب ان احنا بنحمد ربنا ان بيراميدز وقعت معانا، فرقتين من مصر وفرقتين يعني ان شاء الله باذن الله هم ياخدوا باذن الله احنا الاثنين، يا ربنا يكتب لنا الصعود. بنتمنى لكل الفرق طبعا التوفيق، بس لما تبقى فرقه مصريه معاك تبقى حاجه كويسه، وان فرقتين من مصر ينافسوا في مجموعه واحده ويطلعوا يبقى اول وثاني، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا. لما يجي وقتها نقدر نتعامل مع المباراه، لكن باذن الله ان شاء الله يبقى ان شاء الله التوفيق معانا ونقدر نصعد، تبقى حاجه مهمه جدا لينا مهيب ان شاء الله. طيب يعني التدريب في المصري مش سهل، وانت واحد من ابناء النادي المصري، يمكن عاشرت يعني ايام جميله مع النادي المصري لما كنت لاعب، وعارف معنى وقيمه جماهير النادي المصري، وان جماهير النادي المصري مش اي حد بيدخل قلوبها، فاعتقد ان انتوا عاملين حاله جميلة وحالة هادئة، وده بان جدا لما كان في عرض اتحاد الكورة للكابتن إيهاب وحضرتك لتدريب منتخبنا الوطني، وبان قوي تمسك الإدارة والجماهير بيكو، يعني وده مش مفاجأة يعني. والله الحمد لله مهيب، انت لعبت فترات طويله في النادي المصري وعارف قيمه النادي نفسه وقيمه الجماهير اللي هي المتحمسه جدا، وزي ما قلت انها ما بتقبلش غير الفوز، ودي حاجه بتريحنا احنا، لان ديت اصلا في شخصيه الكابتن ايهاب وفي طبيعته ان هو دايما بيلعب بيحاول يلعب على ال3 بونت، وبيزرع جوه اللعيب نفسه انك انت دايما في شغل، الشغل ده على طول متواجد، فانت لازم تأدي بشكل مميز وبشكل بصوره ترضي نفسك انت الاول كلاعب كوره، انك تبقى في احسن حاله ليك، وفي الاخر وفي الاول وفي الاخر بقى بترضي النادي وبترضي الجماهير وبترضي المجلس الاداره الحاجات الباقيه، لكن انت كلاعب كوره هدفك الاول والاخير ان انت تبقى بشكل كويس، وفي الجماعيه نفسها تبقى بشكل كويس، ودي الحاجه اللي تهمنا. طبعا احنا عارفين ومخضرين ان احنا النادي المصري نادي كبير جدا، وجماهير بتاعته يعني جماهير متحمسه جدا الحمد لله رب العالمين، يعني الكابتن ايهاب في كل مكان بنروح فيه في بورسعيد يعني بنلاقي كل حب واحترام من كل الناس الحمد لله، والامور ماشيه بشكل مميز جدا معانا، ان شاء الله ربنا يكملها على خير باذن الله، والدوافع اللي احنا عاملينها للعيبه ومجلس الاداره عاملها للعيبه ان شاء الله تاتي بثمارها، ان انت دايما حاطط اللعيب في منافسه جوه وعنده هدف دايما جوه داخليا جوه نفسه، وان هو يؤدي ازاي بصوره اللي تخليه دايما يبقى عينه على ال3 بونت، وبعد كده ندور على المركز بعد كده مهيب ان شاء الله. طيب يعني قول لي، عينيكوا على الكونفدراليه ولا الكاس؟ والله عينينا على كل الامور، يعني مش عايز كل البطولات احنا عينينا عليها، ودايما بنحط اللعيب في الحته دي يا مهيب ان شاء الله باذن الله باذن الله، رب يكون توفيق ربنا ونقدر ناخد حاجه تبسط جماهير النادي المصري من كونفدراليه او كاس او يعني منافسه ان شاء الله على الدوري لغايه اخر وقت، ما في نقطه ضاعت مننا، لكن كان في الاول وفي الاخر انت بتحاول تغير في فرقه النادي المصري حوالي 40% من القوام الاساسي بتاع الموسم اللي فات، ففي 4 5 لعيبه دخلوا
على القوام الاساسي وهم اولاد صغيرين من مواليد 97 مهيب، اذا كان كريم العراقي، اذا كان اسلام عطيه، اذا كان حسن علي، مفتاح طقطق، بهاء مجدي، فانت بتتكلم حوالي عماد فتحي ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله ويرجع بالسلامه ان شاء الله، يا رب يا رب يرجع بالسلامه ان شاء الله ويرجع لفرقته، وسالم غانم ان شاء الله. فانت كنت بتحاول في ناس دخلت على الفرقه جديد، فاكيد في بدايه الموسم بيبقى في سنه بقى مهيب اللي هي الهزه الصغيره دي، لكن الحمد لله بقى لنا شهر اللي احنا اشتغلنا فيه دوت، واللعيبه اشتغلت بشكل مميز، ويا رب ان شاء الله يبقى الامور كلها تبقى مستقره معانا ان شاء الله في الماتشات اللي جايه باذن الله. بالتوفيق ليك وتحياتي ليك والكابتن ايهاب ومجلس اداره النادي المصري المحترم ولكل جماهير المصري الجميله العاشقه لكره القدم كابتن حمد ابراهيم، بشكرك شكرا جزيلا.